يحتار عدوك فيه ويدوق حلاوة الإيمان وصلي على اليوم هيشفع فيه واستقبل النفحات وشوف لما الكريم يغني يا رب تجمعني أنا والسامعين في وسط أهل الجنة متجمعين متونسين بالنبي قولوا أمين يا رب تجمعني أنا والسامعين في وسط أهل الجنة متجمعين متونسين بالنبي قولوا أمين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى نور العلم والفهم واكشف لنا عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة وإحنا مكملين رحلتنا في زيارتنا المقدسة لأهل الجنة. أيوة هي زيارة مقدسة عشان ترجع قدسية الجنة، الحلم الكبير اللي ساعات بيتنسي وإحنا في زحمة الدنيا وصراعات الدنيا، الحلم اللي لما نخش الجنة هنشوف ربنا ونكون في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. الجنة، يا ترى حجزت مكانك مع مين في الجنة؟ أهل الجنة الحنون حجزت مكانك معاه ولا لأ؟ الشخص القنوع حجزت مكانك جنبه ولا لأ؟ الشخص اللي قرر يكون وفي رغم كتر الغدر اللي حواليه، أنت الوفي ولا أنت الغدار؟ كل يوم بنلتقي مع واحد من أهل الجنة ونشوف إزاي نجح في صراعه مع الشيطان، الشيطان اللي عايز يشيطن أخلاقنا ويلبسنا بصفاته من الغدر والكذب والظلم وسوء الأخلاق عشان في الآخر ما نرجعش مع أبينا آدم للجنة. وأنا في وسط المكان الجميل ده النهاردة وسامع صوت الهوى وهو بيداعب الأغصان افتكرت المشهد الجميل في الجنة كما في بعض الآثار يسمعون أصوات الرياح تداعب الأغصان فيقولون ما سمعنا بهذه الأصوات من قبل، صوت مبهر. فتغني نساء الجنة فيزداد انبهار أهل الجنة بصوت نساء الجنة. وأنا في المكان الرهيب الجميل اللي كله خضرة افتكرت كلام ربنا عن الجنة وهو بيوصفها في سورة الرحمن مدهامتان أي كثيرة الخضرة. أنا مش عايز أسيب المكان ده، مش عايز أشيل عينيا من على الشلالات المية اللي بتحسسني أن أنا في الجنة وأنا أصلا في الدنيا، ما بالك جنة ربنا. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال لموضع صوت أحدكم في الجنة، يعني الكرباج بتاعك العصاية بتاعتك لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، يا رب اكتبنا عندك من أهل الجنة. وإحنا ماشيين مع بعض في زيارة أهل الجنة وقفنا قدام إنسان قدام باب بيته يستحق فعلا يكون خليفة الله في الأرض، قدام باب المنصف. عارف يعني إيه المنصف؟ المنصف عكس الظالم، المنصف هو الآخذ حقوق الناس من نفسه، اللي بيدور على حقوق الناس وياخدها من نفسه لو كان ليهم عنده حق رغم كتر الظلم اللي هو شايفه في حياته في الدنيا، لكنه قرر يكون الإنسان المنصف مش الإنسان الظالم. جنبه سيدك النبي عليه الصلاة والسلام اللي علم الدنيا كلها الإنصاف، اللي كان بينصف عدوه يعني بيكون عادل مع عدوه. كان اليهود يتخانقوا مع المسلمين، اليهودي يقول للمسلم لأشكونك لمحمد، لأنه عارف أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيرجع الحقوق حتى لو كان في حرب بينه وبين اليهود. النبي سيد أهل الإنصاف اللي بيقول لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها، وما يقولش رسول الله وقتها لأنه ساعتها يقول محمد بس من غير رسول الله، لأن تساوت الناس في الحقوق فلا رسول ولا عبد ضعيف إنما الكل سواسية. فيقول لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها صلى الله عليه وسلم قبل ما ينتقل للرفيق الأعلى يشلوه، لأنه مش قادر يمشي ويقعد على المنبر ويقول من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه. تعالى خد حقك، مش عايز أقابل ربنا وأنا ظالم لأي حد، وهو عمره ما ظلم لكن بيعلمنا احنا نكون منصفين. ومن كنت أخذت منه مالا فهذا مالي فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه. ولا يقولن أحدكم إني أخشى الشحناء من رسول الله فإن الشحناء ليست من قبلي، دي مش من أخلاقي. المنصف صلى الله عليه وسلم جار صاحبنا المنصف، ده على يمينك قاعد النبي، يا بختك بصحبة النبي. وعلى شمالك أحد المنصفين اللي تربوا على إيد النبي سيدنا علي بن أبي طالب.
اللي علمنا العدل والإنصاف، المنصف قاعد جنب سيدنا علي، سيدنا علي بن أبي طالب اللي في يوم من الأيام اختلف مع واحد فراحوا لسيدنا عمر وكان الخليفة علشان يتقاضوا أمام الخليفة، فقال سيدنا عمر: تكلم يا أبا الحسن. أبو الحسن ده اللي هو سيدنا علي بن أبي طالب. فإذا بعلي بن أبي طالب يقول: لا يا عمر، ما أنصفتنا، ده مش الحق. إذ ناديتني بكنيتي يا أبو الحسن، وده في تعظيم لسيدنا علي، وناديته باسمه. لو عايز تتعامل معنا في القضية تندهني باسمي واسمه أو كنيتي وكنيته. فقال عمر: رحمك الله يا أبا الحسن، لولا علي لهلك عمر. منصف حتى مع واحد واخد حقه قدام القاضي. ادي المنصف قاعد في الجنة في المشهد الجميل. جميل ايه ده؟ احنا في الدنيا ما بالك الجنة عاملة ازاي؟ لكن من قمة سعادته انه على يمينه النبي وعلى شماله سيدنا علي بن ابي طالب، لكنه ما دخلش هنا بسهولة. هو نجح في صراعه مع الشيطان اللي كان عايز يصنع منه الشخص الظالم. وتعالوا يا جماعة ننزل مع بعض من الجنة، جنة رب العالمين، للأرض، للصراع الأزلي بين الشيطان والإنسان، الصراع الأخلاقي. الشيطان عايز يشيطن أخلاقنا، عايز يصنع منك ومني ظالم، مفسد، آخذ لحقوق العباد. الشيطان ظالم. أنت عارف أصلا يعني إيه ظالم؟ الظالم هو المتعدي على حقوق الغير بما أوتي من قوة. المتعدي على حقوق الغير بما أوتي من قوة. الشيطان ظالم وتعدى على حقنا في الذهاب إلى الله. مش ربنا قال في القرآن إن الشيطان بيقول: لأقعدن لهم صراطك المستقيم؟ واحد عايز يروح لربنا حقه، يقوم الشيطان قاعد له في طريق ربنا فيسلبه حق الذهاب في سلام إلى الله وينزعه القرب من رب العالمين. فالشيطان ظالم جاي على حقنا في الوصول لربنا وعايز يصنع مننا ظلمة بنيجي على حقوق بعض. عارف هدف الشيطان إيه؟ الهدف الخبيث من وراء صناعة الشيطان لكل واحد فينا صناعة الظالم. الشيطان مستهدف ميزان سيئات مليان بذنوب لا يتجاوز الله عنها. سيدنا أبو هريرة بيقول: الذنوب ثلاثة: ذنب يغفر، وذنب لا يغفر، وذنب لا يتجاوز الله عنه. الذنب الذي يغفر ذنوب العباد مع الله، الأخطاء اللي بيني وبين ربنا. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. ربنا بيغفر ذنوبنا اللي بيننا وبينه. وذنب لا يغفر لو واحد راح عند ربنا كافر. هدف الشيطان يملى ميزان سيئاتنا بذنوب ربنا مش هيسامحها إلا لما صاحب الحق اللي يسامح. خطر، أصبح مصيرك بإيد إنسان زيه زيك بيقول نفسي نفسي. هو ده هدف الشيطان. بعد ما عرفنا الهدف الخبيث للشيطان إن يكون عندك سيئات لا يتجاوز الله عنها، تعالوا نخش أكتر لمنطقة الصراع. فاكرين منطقة الصراع؟ الرغبة اللي عند كل واحد فينا اللي بيستهدفها الشيطان ويقنعك تحقق رغبتك دي، اللي ممكن تكون حلال لكن بطريق الشيطان، بحيث لما توصل لرغبتك بس بطريق الشيطان اللي بيقنعك ويزين لك انه أسهل وأيسر وأريح، عقبال ما توصل لرغبتك بطريقته يكون شيطان أخلاقك ولازم يوجد لك تبرير. فهي رغبة بيبررها لك عشان يسكت ضميرك. رغبة النهاردة اللي موجودة عند كل إنسان هي رغبة حسم النزاع. أي واحد فينا يا جماعة لما يكون على في نزاع مع أي حد بدي ما بتبقاش منطقة راحة ولا سكينة ولا طمأنينة، عايز النزاع ده يخلص ويتحسم. يجي الشيطان ده يقول لك: احسم النزاع بطريقتي. إيه طريقتك؟ ابطش، اظلم، خليك عنيف، سكته. بالذات لو الواحد عنده قوة ولا سلطة، ساعتها الشيطان يصنع منك إنسان ظالم. مع إن طريق ربنا لحسم النزاع إنك تدي كل واحد حقه، ساعتها ما نتخنقش وما نتنزعش. لكن وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، يزين لك طريقه البطش والظلم. والتبرير جاهز، التبرير إنه دايما يقولك ده حقك والناس دي ما تجيش غير كده. فالرغبة هي حسم النزاع، والتبرير هو أنت لازم تتصرف كده وده حقك كإنسان صاحب قوة أو صاحب سلطة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على الرغبة دي وقال: وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. يا رب لو حصل غضب أقول كلمة الحق، ولو رضا كلمة حق، لا يجرني النزاع ولا يجر أي حد على الظلم أبدا يا رب. فخد بالك رغبتك في حسم النزاع، اوعى الشيطان يجرك تبقى من الظلمة، لأن الظلمة حسابهم شديد عند رب العالمين يوم القيامة.
يلي عدوك الشيطان يمشي عدل يحتر عدوك فيك. وتعالوا مع بعض يا جماعة نشوف الناس اللي مشيت في طريق الشيطان، اللي قدر الشيطان انه يشيطن اخلاقهم ويصنع منهم الظلمة. علم النفس بيقول في علامات الظالم ان الظالم ليه ثلاث علامات، ثلاث انواع من الظالمين: الظالم المستعبد، والظالم المهمش، والظالم العنيف. ثلاث انواع دول لازم تسأل نفسك، انا كده لما بيحصل نزاع وخلاف بيني وبين حد مستعبد ولا مهمش ولا عنيف؟ وهحكي لكم معنى كل واحد. الظالم المستعبد، واسأل نفسك، هو الشخص اللي ربنا احوج الناس اليه، شخص عنده سلطة او عنده منصب او معاه فلوس وفي ناس محتاجة له، فبسبب احتياج الناس يستعبدهم. شوف ربنا بيقول، بسم الله الرحمن الرحيم: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. ربنا رفع ناس فوق ناس، واحد معاه فلوس واحد محتاج شغل، فربنا يسخر اللي محتاج الفلوس للراجل الغني عشان يخدمه، فده محتاج لشغله وده محتاج لفلوسه، لكن ظاهر الدنيا اللي محتاج للفلوس هو اللي أقل، وربنا مسخره سبحانه وتعالى. الحكمة عند رب العالمين في تفاوت مقادير الناس في الدنيا، لكن ربنا قال هذا التسخير للرحمة مش للظلم. عشان كده ربنا ختم الآية: ورحمة ربك خير مما يجمعون. فتلاقيه الراجل الغني يستعبد العامل، يشتغل وما يديلوش فلوسه، أو يبهدله ويشتمه ويتريق عليه شدة. عارف لما شاب بنت تكون بتحبه هو عارف إنها ما تقدرش تستغنى عنه، فساعات يستعبدها: ما تنزليش إلا لما تكلميني. أيوة بس أنت مش خاطبها ولا جوزها ولا أي حاجة في أي حاجة، أنتوا متصاحبين. والدها عايزة تنزل معاها، تكلمك ليه؟ ولو نزلت مع أبوها من غير ما تستأذن صاحبها يبهدلها، لأنه عارف إن هي بتحبه وما تقدرش تستغنى عنه. ده اسمه الظالم المستعبد، اللي بيستغل قوته أو قدرته، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحب الغني الظلوم. ظالم مستعبد، ده رقم واحد. النوع الثاني أو العلامة الثانية: الظالم المهمش. مين الظالم المهمش؟ هو الشخص اللي بيعمل زي فرعون. قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. الرأي رأيي، اللي هتعملوه هو اللي أنا شايفه. بيهمش آراء الناس، أخ كبير في أسرة، أب مثلا، قصة مشهورة جدا جدا، يوم ما بنت كانت بتشتكي لما أبوها كان بيشتغل في السوق تاجر فواكه كبير، ومصر إن بنته اللي هي متعلمة تعليم أمريكاني تتجوز ابن المعلم شريكه عشان الشراكة تزيد. البنت بتقول له: يا بابا ده مش متعلم زيي ومش بيفكر زيي، وانت علمتني تعليم راقي، لازم تتجوزيه. مهمش رأيها. جوازة دي يا جماعة استمرت شهر، لأن ابن المعلم وحقه عايز بنت بتعرف تطبخ المسبك والمشمر والمحمر، بيقول عليها البنت دي فرفورة. هو كان بيقول كده الراجل في القصة اللي كانت مبعوتة لبريد الأهرام. فقعدوا شهر متجوزين بس، وطلقها بعد كده. الراجل عايز يجوز بنته لابن المعلم شريكه علشان التجارة تزيد، وهمش رأي بنته وجوزته وطلقت. ظلم، ظلم التهميش. يوم ما سيدنا نعمان بن بشير كتب حتة أرض لابنه، فراح عشان يشاهد النبي عليها، قال له: أنت عندك ولاد تانيين؟ قال له: آه. قال: أكلهم أعطيته كما أعطيت ولدك؟ قال: لا، ده بس اللي كتبت له الموضوع ده. قال: أشهد على ذلك غيري، فإني لا أشهد على جور. أنت مهمش عيالك ومدي واحد بس، ده ظلم للعيال. يبقى الظالم المستعبد، اتنين الظالم المهمش اللي بيهمش آراء الناس، رقم تلاتة الظالم العنيف. واسأل نفسك انت ده ولا لا. ايه الظالم العنيف؟ اللي الشيطان اقنعه انه يحسم اي نزاع بالعنف، بالضرب، بالزعيق، الشتيمة، بالبهدلة، اسمه الظالم العنيف. قال صلى الله عليه وآله وسلم، بيوصف حال الظالم العنيف اللي الشيطان صنع منه شخصية ظالمة شيطانه، قال: لا يجلدن أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها آخر اليوم. مش عايز يتناقش مع امرأته ولا يتجادل معها، انت تتكلم معايا يضربها بالحزام، وبعدين في آخر اليوم يطلب حقه الشرعي. لا يجلدن أحدكم امرأته جلد العبد. شايف العنف؟ ظالم عنيف، ظالم مستعبد عنده سلطة استعبد اللي محتاج له، ظالم مهمش عنده قدرة إنه ما ياخدش برأي اللي حواليه، ما أريكم إلا ما أرى،
وظالم عنيف بيستخدم قوته في البطش بأصحاب الحقوق من الناس المقربين من اللي حواليه. دول تلات علامات. اكتشف نفسك واكتشف شخصيتك، انت مين فيهم؟ هل الشيطان قدر يشيطن شخصيتنا ويخليها الظالم واحد من دول؟ اسأل نفسك وخليك صريح وربنا ياخد بإيدينا. وصلنا مع بعض لحصاد الظالم. كأن الشيطان بيقول له خلاص أنا خليتك ظالم، شيل بقى، شيل لوحدك وادفع ثمن الظلم في الدنيا والآخرة. الشخص الظالم يا جماعة بيحصل له تلات حاجات بيدفع ثمنهم: واحد، قسوة القلب، اتنين، سوء الخاتمة، تلاتة، عذاب الآخرة. لو أصر الظالم على ظلمه، بهدل الناس وهمش الناس وأخد حقوقهم وكان عنيف معاهم، بيدفع الثمن لوحده. الشيطان بيقوله شيل، ماليش دعوة، إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. ثلاث حاجات: واحد، قسوة القلب. جماعة الإنسان عشان يقدر يظلم ويعيش ظالم لازم يسكت قلبه ويسكت ضميره. الإنسان كما قال رب العالمين: وقد خاب من دساها. كل ما تظلم بني آدم ضميرك هيوجعك، فتقعد تسكته 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 عشان دايما تعيش تعرف تاخد حقك، بس مش حقك بقى، تاخد حقوق الناس ازيد من حقك بكتير، لغايه ما الانسان يتحرم من الرحمه اللي مخلوقه في قلب كل بني ادم بسبب تسكيته لضمير الرحمه اللي جوه قلبه، لغايه ما ينقلب لانسان قلبه قاسي. كان بيحكي صاحبنا قصه جميله جدا كانه بيشاركنا بيها علشان يقول قولوا للناس اللي حصل لي عشان ما حدش يعمل زيي. هو كان من بكائين صلاه الفجر، كان دايما يصلي الفجر ويبكي ورا الامام. وكان في شلتهم، في الشله بتاعتهم في الجامعه، شاب ضعيف مؤدب، ما عرفش يرد، ما عرفش يهزر الهزار الشديد بتاع الشباب، فكانوا دايما يستلموه ويعملوا عليه افيهات، ودايما هو اللي يكون تريقه القعده. يعني هو كان ما بيشتركش معاهم، بس المنطقه دي في القعده بتبقى لذيذه كلها ضحك قوي لما يبداوا يتريقوا على صاحبهم المؤدب المتربي ده. بيقول لغايه ما في يوم استلمته معاهم وبدات اقول افيهات عليه وأهزر عليه واتريق على شكله واتريق على جسمه اللي ممكن ما يكونش قوي قوي، واتكسف قوي لان دايما انا اللي كنت بجيب له حقه، دلوقتي انا انضميت لبقيه الشله. بيقول من ساعتها وانا محروم من صلاه الفجر، اسمع المنبه الصلاه خير من النوم وقلبي ما يقومنيش، قلبي قسي بسبب قهره صاحبي عشان بنتريق عليه في الشله بتاعتنا. فبيقول اوعى حد قلبه ابدا يبقى قاسي بسبب الظلم. رقم واحد، قسوة القلب، وكل ظالم عارف الموضوع ده، وجفاف العين. اتنين، سوء الخاتمة. لو أصر الظالم إنه يبقى ظالم ومرضيش يتوب لربنا ومرضيش قلبه يرق لقهرة الناس اللي بيظلمهم، فضل عايش كده. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. خلاص فعلا يفضل عايش بيظلم، لكن لحظة الموت لن يفلت من سؤال رب العالمين سبحانه وتعالى. ست كان اسمها أروى بنت أويس، اتهمت سيدنا سعيد بن زيد انه اخذ ارضها وهي ارضه مش ارضها، وقدرت بطريقة او اخرى ان هي تروح عند القاضي وتثبت الكلام ده، فرفع ايديه وقال: اللهم ان كانت كاذبة فأمتها في ارضي. بص، هي الدعوة شديدة، لكن هي ظلمت إنسان دعا عليها، هي كانت نصيبها دعوة مظلوم. فقال رب العالمين كما وعد لهذه الدعوة: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ده اللي حصل، كبرت لغاية ما تعمت وكانت ماشية في الأرض دي اللي هي اغتصبتها من سعيد بن زيد، فوقعت في بير فماتت، اتدفنت في الأرض، وكانت خاتمتها أنها تدفن في الأرض اللي سرقتها من سعيد بن زيد. سيب الحرام ده وابعدنا عنه، سيب الحرام، اصل الحلال حلو الحلال. سوء الخاتمة، قسوة القلب، سوء الخاتمة، التالتة عذاب الآخرة. شوف رب العالمين لما يقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار من الرعب، وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، وتراهم يعرضون عليها على النار، يعني وتراهم يعرضون عليها
خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، مرعوب من رؤية النار لأنه عارف إن النار مثوى للي ظلم وبهدل الناس وأسى عليهم وكان بيحتقرهم. الشخص اللي ظالم ده مرعوب يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام هو بيحذر من الآخرة للظالمين، قال: من كانت له مظلمة عند أخيه فليتحلله منها قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم، إنما بالحسنات والسيئات، إن كانت له حسنات أخذت منه وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه. عايزك تتأمل المشهد ده، ميزانك بيتسحب منه الحسنات لأنك ظلمت، الحج بيتاخد والصدقة بتتاخد لناس ظلمناهم، تريقنا عليهم وبهدلناهم وخدنا حقوقهم المادية ولا النفسية، وعمال يسرسب الحسنات. لو مفيش يحط من سيئاته على الواحد يوم القيامة، يا رب نجينا من المشهد ده يوم القيامة. وبنية صافية حلفت أمشي قاصد وجهك الكريم. تعالوا يا جماعة مع بعض نوصل لمنطقة التعافي والوقاية. لو حسيت إن أنت ظالم تعالوا نتعافى، تعالوا نستشفي وندعي ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا يخلصنا من هذا الداء وهذا الخلق الشيطاني. لو الشيطان شيطان أخلقنا زي ما متفقين، منطقة التعافي والوقاية. والوقاية لو الواحد يعني إيه خايف يبقى ظالم ويختم له إن يكون ظالم، يعرف يعمل إيه عشان يقي نفسه. فاكرين منطقة التعافي والوقاية أو ثلاث خطوات مبدأ تعيش بيه ودعوة تدعي بيها باستمرار وخطوة عملية. المبدأ من أجمل ما سمعت في تعريف الظالم: الظالم تجبر وافترى وكان للشيطان يدا، فعاش للخلق عدوا ومن الرحمن مبعدا. الإنسان الظالم الشيطان خلاه إيد ليه بيبطش بيه في حقوق الناس، فعاش عدو للخلق ومن الرحمن مبعدا. الظالم تجبر وافترى وكان للشيطان يدا، فعاش عن الخلق للخلق عدوا وعن الرحمن مبعدا. ده المبدأ اللي تكتبه، اكتبه على الفيسبوك النهاردة واكتبه وافضل باصص له كده وقول يا رب ما بقى الشخص ده، واكتبه ستيتس عندك واكتبه قدامك في غرفتك ودايما تبقى عينيك ان انا ما اكونش هذا الانسان المتشيطن الظالم. ده المبدأ. اما الدعاء فردد ورايا، ردد ورايا كل يوم: اللهم إني أعوذ بك من أن أكون لعبادك من الظالمين، وفي الأرض من المفسدين، وفي الآخرة من المعذبين. ده ذكر النهاردة من صيدلية الذكر. هنروح كده لصيدلية الدعاء والذكر وناخد الدواء. دعوة ادعي بيها دايما. الظالم مش خليفة لله، الظالم خليفة للشيطان. اللهم إني أعوذ بك أن أكون لعبادك من الظالمين، وفي الأرض من المفسدين، وفي الآخرة من المعذبين. ادعي بيه دايما، وكل ما تحس في نزاع كده انك ظلمت ادعي بالدعوة دي عشان ربنا يخلصك او يخلصك من الظلم. اما الخطوة فهي خطوة تخيلية. يعني ايه خطوة تخيلية؟ في اشياء يا جماعة لما تحدث بيها نفسك كده تنزع منك صفات مش كويسة بعد حديث النفس ده. عايزك تتخيل معايا لو القوة اللي عندك اللي هي سبب ظلمك للناس راحت. عايزك تتصور الشاب القوي اللي بيفتري على أصحابه لما يبقى قعيد، والناس اللي كان بيبقى عنيف معاهم ومفتري عليهم محتاج لهم يخدموه، صعب على القلب. أصعب لحظة على صاحب السلطة الظالم لحظة زوال المنصب، والناس اللي كان بيفتري عليهم بيبصوا له كده زال خلاص، راح سبب ظلمك، انت بقيت واحد من الناس ما عندكش حاجة تظلم بيها، بتبقى قاسية جدا على القلب. طب ما تيجي نعيش منصفين عشان بعد ما الواحد يموت ناس تفتكره بدعوة ولا تفتكره بحجة ولا بعمرة، بدل ما يبقى ظالم ولو راحت أسباب ظلمه يبقى مكروه بين الناس وملوش قدر. فتخيل في خطوة العلاج الخطوة العملية، تخيل لو الواحد فينا ظالم زوال سبب وقوة هذا الظلم. ساعتها لما تتخيل تقول يا رب هذه القوة استخدمها في خدمة عبادك مش في ظلم عبادك أبدا، ويلا بينا نطلع على الجنة تاني عشان نروح للمنصف ونعرف إيه اللي خلاه منصف وإيه اللي ساعده يكون في جوار الرحمن ومن أهل الجنة. يلي عدوك الشيطان يمشي عدل يحتر عدوك فيك. وصلنا لبيت المنصف مرة تانية، بيته في الجنة. المنصف اللي نجح في صراعه مع الشيطان
إنه ما يشيطنش أخلاقه. كانت أخلاق المنصف أخلاق ربانية، كان عبد رباني مش عبد شيطاني. المنصف شاف ربنا سبحانه وتعالى وسمعه وهو بيقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة. هو عايز يتخلق بأخلاق الله، الله عدل، فكان المنصف بيبحث عن التعامل بالعدل. سمع ربنا وهو بيقول كما في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فقال إذا كان ربنا حرم الظلم على نفسه ما بالك علينا إحنا، فقرر إنه ما يقفش موقف الظالم أبدا ولا ينظر له الله فيلاقيه أبدا ظالم. كل يوم كان يخرج من بيته يقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. يا رب وأنا خارج أتعامل مع العباد ما ظلمش أحد أبدا من العالمين. كان في ثلاث صفات مهمين جدا المنصف عشان نتعلم مع بعض وتعرف نفسك إن كنت منصف ولا لأ. رقم واحد، المنصف دايما بيراجع نفسه في أي خلاف أو نزاع، يا ترى أنا ظلمت ولا أديت الحقوق بالطريقة اللي ربنا يحبها سبحانه وتعالى؟ فكان كثير ما يراجع نفسه. اتنين، ما يظلمش اللي ظلمه. خد بالك، إذا كنت أنت قررت أن أنت تظلمني وتروح عند ربنا ظالم وتتحاسب حساب الظالمين، أنا مش عايز أبقى كده، أنا عايز أروح عند ربنا من المنصفين العادلين، فما يظلمش أبدا اللي ظلمه وما يردش الظلم بالظلم. رقم ثلاثة، لا يحمله الخلاف على أن هو يظلم، لا يجره النزاع على التعدي أبدا. شوف ربنا في القرآن بيقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. هو كان عايش بالآية دي. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث الصحابي اسمه زهير قال إن المقسطين على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يدي الرحمن يمين. من المقسطين يا رسول الله؟ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. الناس المنصفين العادلين يوم القيامة الناس كلها في أرض المحشر ودول على منابر من نور حوالين العرش على يمين الرحمن. إيه الأمان اللي المنصف فيه ده؟ إيه إحساس جمال القرب من ربنا؟ المشهد عامل إزاي والرؤية عاملة إزاي وانت حوالين عرش الرحمن على يمين الرحمن وانت باصص على أرض المحشر أثناء الحساب وانت على منابر من نور؟ سكينة قلب المنصف وهو على منابر من نور على يمين الرحمن. افتكر المعاني دي عشان يا أهل الجنة لو قسوة الحياة والنزاعات خلت الشيطان يقولك خد حقك بالظلم مش بالعدل، افتكر المنابر من نور. يا رب خد بإيدينا وجعلنا من أهل الجنة وجعلنا منصفين مش ظالمين. ما تنسوش يا شباب بعد ما الحلقة تخلص خشوا على mustafahusn.com هتلاقوا موقع، احنا عملنا لكم موقع فرعي من mustafahusn.com اسمه موقع أهل الجنة. اكتشف شخصيتك انت الظالم ولا المنصف، وهتلاقي الواجب العملي موجود، وهتلاقي صيدلية الذكر اللي اتفقنا عليه، وهتلاقي المبدأ اللي هنعيش بيه. خشوا على الموقع هتلاقوا كل شيء سمعتوه ملخص للحلقة. احنا عايزين نتواصل معاكم في الحلقة وعلى الانترنت عشان نكون في تواصل دائم، ويا رب احشرنا مع العادلين المنصفين ومع سيد النبيين يوم القيامة. واشوفكم في الحلقة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قاصد وجهك الكريم، وجهت قلبي وعقلي ليك سجدت لك، اغفر لي يا رحيم. يا رب انا استنجدت بيك من نفسي من كل شيطان مراجيم. يا صافي احلفك امشي قاصد وجهك الكريم، يا رب تجمعني انا والسامعين والنسين بالنبي قولوا أمين. هو الحلال ده في أحلى منه، حلو الحلال حلو الحلال، سيب الحرام.
أصل الحياة.